الاوتوموبيل accelerates uniformly. accelerates uniformly. هنا الاكسلريتس يعني تحركت او تعجلت. فنفس المفهوم uniformly نقول accelerates uniformly يعني بتعجيل ثابت، حركت بتعجيل ثابت. from rest من السكون، اذا من السكون يعني سرعتها الابتدائيه صفر، سرعتها الابتدائيه صفر. و المسافه الابتدائيه ايضا مالتها صفر. on a straight level road على طريق مستوي. اذا عندنا سياره تحركت بتعجيل ثابت، هاي السيارة الأولى من السكون from rest on a straight load level. A second automobile نوع سيارة ثانية starting from the same point حركت من نفس النقطة بس يمتى 6 seconds later بعد 6 ثواني. ست ثواني، منين هاي الست ثواني؟ من حركة السيارة الأولى. من حركة السيارة الأولى. With zero initial velocity. حركت بعد ست ثواني من حركة السيارة الأولى وكانت السرعة الابتدائية مالتها صفر. والتعجيل 6 متر بير سكند. إذا هي هم تحركت بتعجيل ثابت. بس شنو التعجيل مقداره؟ 6 متر بير سكند. 6 متر بير سكند. To overtake. Overtake هنا يعني حتى يجتاز. To overtake لتجتاز. The first automobile 400 متر from the starting point. اللي طبعا صار على مسافة 400 متر من نقطة الانطلاق. What is the acceleration of the first automobile? يريد من عندنا تعجيل السيارة الأولى. عندنا سيارتين. السيارة الأولى تحركت بتعجيل ثابت من نقطة أو العفو من السكون على خط مستقيم. بعد 6 ثواني من حركتها تحركت السيارة الثانية. بعد 6 ثواني طبعا بعد 6 ثواني السيارة الأولى صارت على مسافة 400 متر. وصلت 400 متر. والسيارة الثانية تحركت بسرعة ابتدائية مقدارها صفر، يعني كانت شنو؟ كانت واقفة السيارة، سرعتها الابتدائية صفر. تحركت بتعجيل مقدارها 6 متر بير سكند. يريد من عندنا التعجيل للسيارة الأولى اللي تحركت ب السيارة الأولى. الآن إذا أريد نرسم فد مخطط بسيط لهذا المثال، إذا عندي السيارة الأولى اللي هي الفيرست كار أو الفيرست أوتومبيل، هاي إذا قطعت الـ 400 متر بوقت مقداره تي، بزمن مقداره تي، طبعا هي السياره وصلت 400 متر، يلا تحركت السياره الثانيه وهاي ال 400 متر استغرقت 6 ثواني. بمعنى السكند اوتومبيل اللي تحرك ورا 6 ثواني المفروض يوصل لهاي ال 400 متر بوقت مقداره تي ناقصا 6. ليش؟ لانه هاي السكند اوتومبيل تحرك بعد 6 ثواني، يعني هاي هسه هذا هاي الفتره
مقدارها 6 ثواني. فلذلك السيارة الثانية حتى توصل لل 400 متر وتجتاز السيارة الأولى لازم تمشي أو تستغرق وقت مقداره تي ناقصا 6. يعني مثلا إذا السيارة الأولى قطعت ال 400 متر بعشر ثواني، فالمفروض السيارة الثانية تقطع ال 400 متر بـ4 ثواني. بـ4 ثواني، يعني الفرق هو فرق الوقت هو 6. الآن الملاحظة من السؤال أنه السيارتين شنو؟ تحركوا بتعجيل ثابت. يعني عندنا الحركة شنو؟ كونستانت acceleration، تعجيل ثابت. بالنسبة للسيارة الأولى السرعة الابتدائية مالتها 0، المسافة الابتدائية مالتها 0، والوقت اللي استغرقته حتى تقطع ال 400 متر هو تي سكند، ما نعرفه احنا هذا التي. بعد نجي للسيارة الثانية، السرعة الابتدائية مالتها 0، يعني هو قايل with zero initial velocity. التعجيل مالتها هو 6 متر بير سكوير سكند. طبعا هنا التعجيل مجهول، هو يريده تعجيل السيارة الأولى. اوكي، الآن المسافة النهائية للسيارتين، طبعا هنا أيضا المسافة الابتدائية 0، لأن هي تحركت من نفس النقطة. المسافة اللي المفروض توصلها السيارتين هي 400 متر. إذا نشتغل على السيارة الثانية ونستخدم معادلة التعجيل الثابت اللي هي X تساوي X نوت زائدا V نوت في T، فنسميه هذا الـ T2 وقت السيارة الثانية، زائد ناقصا نصف AT2 سكوير. قلنا الاكس اللي المفروض توصلها السيارة، شباب جاي يسمعوني مو وياي؟ نعم دكتور. يا قلنا المسافة النهائية اللي توصلها السيارتين هي 400 متر، هاي المسافة النهائية. المسافة الابتدائية 0 للسيارة الثانية، جاي نشتغل الآن على السيارة الثانية، زائد السرعة الابتدائية أيضا مالتها 0، ففي الـ T2 راح تساوي لنا 0، يعني الـ V نوت 0، ففي الـ T2 تساوي 0 ناقص نصف في التعجيل اللي هو 6 في الـ T2. الـ T2 قلنا هو الـ T1 أو الـ T مال السيارة الأولى ناقصا 6، الكل تربيع. احنا قلنا السيارة الثانية حتى توصل لل 400 متر راح تشتغل أو تستغرق وقت مقداره الـ T ناقص 6. الـ T هو طبعا مال السيارة الأولى، هنا راح نسميهن T1 و T2، فالتي 1 ناقصا 6. الآن من هاي المعادلة شباب أقدر أحسب التي 1 اللي راح يطلع مثل ما عندكم بالمحاضرات 17.547 سكند. هذا الوقت اللي
استغرقت السيارة الأولى حتى توصل للأربعمائة متر، حتى توصل للأربعمائة متر. الآن إذا أشتغل على السيارة الأولى فعندي الاكس النهائيه هي 400 تساوي الاكس الابتدائيه صفر زائدا السرعه الابتدائيه في التايم ايضا صفر لانه السرعه الابتدائيه صفر زائدا نصف في الاي اللي احنا نريده في التي سكوير اللي احنا حسبناه 17.547 سكوير. تطلع هنا الاكسلريشن مال السياره الاولى اللي هو 2.598 متر بير سكوير سكند، متر بير سكوير سكند. هذا هو المطلوب. هذا السؤال يعلمنا شلون نتعامل ويا حركه جسميا، واحد انطلق والثاني تحرك وراء بفارق وقت، بفارق وقت مقداره طبعا بالسؤال 6 ثواني. طبعا تلاحظ ايضا شوف التعجيل مال السياره الاولى ايش قد صار 2.5 تقريبا 2.6، بينما التعجيل مال السياره الثانيه 6 متر بير سكند. ليش؟ لانه حتى السياره الثانيه تقدر توصل للسيارة الأولى وتجتازها، لازم تعجيلها يصير أكبر، خصوصا هي تحركت ورا 6 ثواني. بعد تلاحظ أيضا الوقت اللي استغرقت السيارة الأولى 17.547، بمعنى أنه السيارة الثانية لا تحتاج المفروض 11.5 لأنه الفرق 6 ثواني، الأولى 17 الثانية شقيت لازم 11 لأنه تحركت ورا شقيت؟ تحركت ورا 6 ثواني، فالمفروض تستغرق هذا الزمن يلا النوب تجتاز السيارة الأولى مثل ما قايل بالسؤال to overtake حتى تجتاز الفيرست أوتومبيل. أكو سؤال شباب على هذا المثال؟ أكو واحد عنده سؤال؟ زين، ما حد عنده سؤال؟ هذا الموضوع مال الإيراتيك موشن راح نعوفه، ما ناخذه شباب، نروح مباشرة على تشابتر 3 اللي هو الأنجلر موشن. أوكي، هذا الموضوع مال الإيراتيك موشن راح نعوفه، نروح على تشابتر 3 اللي هو الأنجلر موشن. يعني شنو الانجلر موشن؟ يعني الحركة بزاوية، الحركة بزاوية. بهذا الموضوع شباب احنا راح نتعامل ويا دوران خط. يعني شنو دوران خط؟ يعني عندي لاين، هذا اللاين راح يتحرك من الصفر، هذا الصفر، ويدور مرة يكون موقعه هنا بزاوية مقدارها ثيتا 1، مرة يكون موقعه هنا
زاوية مقدارها ثيتا 2، مرة يكون موقعه هنا حسب الحركة مالته، زاوية مقدارها ثيتا 3، وهكذا. طبعا إذا نتذكر بالبداية احنا اشتغلنا على الحركة الخطية، على الحركة الخطية يعني عندنا مسافة يقطعها الجسم. الآن شنو عندي أنا؟ عندي زاوية، angular motion، الحركة بزاوية، عندي زاوية، الجسم أو الخط يتحرك بزاوية. إذا نتذكر أيضا قلنا الأس أو الواي أو الأكس اللي هي المسافة، دائما منين كنا نقيسها؟ من الأوريجين، يعني الجسم إذا يتحرك S1 فالS1 مقاسة من الأوريجين، إذا انتقل إلى الS2 فالS2 أيضا مقاسة من الأوريجين من الصفر. الآن أيضا الحركة مال هذا الخط مقاسة من الصفر، بس الصفر مالتنا شنو الآن؟ هو نفس خط اللي هو هنا الX axis، هذا هو الصفر، يعني هذا هو موقع الخط الابتدائي قبل الحركة. من يبدي يتحرك الآن تبدي تصير ثيتا لها قيمة. منين هاي الثيتا مقاسة؟ شوف أنا ايش قلت، ثيتا 1 من الصفر، ثيتا 2 من الصفر جاي أقيس الثيتا، ثيتا 3 أيضا من الصفر. طبعا هنا أنا أيضا عندي سرعة وعندي تعجيل وعندي إزاحة وعندي زاوية كلية مقطوعة، نفس التفاصيل بالضبط، بس طبعا هنا لها علاقة بمن؟ بالحركة بزاوية. يعني مثلا من كنا عندنا حركة خطية لينير، والآن عندي حركة بزاوية أنجولر، كانت المسافة نعبر عنها S أو X أو Y نفس الشيء، الآن عندي ثيتا، صارت ثيتا. زين، كان الإزاحة دلتا S، الآن راح تصير دلتا ثيتا. كانت المسافة الكلية المقطوعة هي ST، الآن شو راح تصير؟ راح تصير ثيتا تي، الزاوية الكلية المقطوعة. كانت السرعة في، الآن راح تصير أوميجا، هذا الحرف اليوناني اللي يشبه الدبليو. كان التعجيل أي، التعجيل هنا راح يصير التعجيل ألفا، نفس التفاصيل، بس طبعا أيضا شنو عندنا؟ الوحدات تختلف. هنا مثلا نقيسها بالراديان، كانت هنا متر او وحدات طول، متر، ملي متر، سنتيمتر، نفس الحاله بالنسبه لمن؟ للازاحه والمسافه الكليه المقطوعه. هنا ايضا الازاحه والمسافه الكليه المقطوعه نقيسهم بالراديان، كانت السرعه رادي متر مثلا بير سكند، هنا راح يصير راديان بير سكند، التعجيل كان متر بير سكوير سكند، الفا راح يصير راديان بير سكوير سكند. اذا نفس التفاصيل مالت الحركه، نفس المفاهيم، بس طبعا هناك الحركة خطية، هنا الحركة بزاوية. نرجع بعد، إذا عدنا مثلا الآن الخط تحرك بزاوية ثيتا 1، يمتى؟ بالوقت اللي بي التي يساوي تي 1، وبعدين تحرك بزاوية ثانية مقدارها ثيتا 2، ثيتا 2
اللي هي هاي. طبعا هاي من الصفر مقاسة دائما، قلنا من الصفر ثيتا 2 لما الوقت تي يساوي تي 2 تي يساوي تي 2 طبعا هنا التايم مقداره تي نوت اللي هو الصفر، ممكن يكون الصفر. الان اولا نشوف الحركه هي شنو كلوك وايز. بهذا الموضوع دائما الحركه باتجاه عكس عقرب الساعه هي الموجبه، يعني البوزيتيف موشن وين تصير؟ عكس عقرب الساعة. بعض الكتب تقول باتجاه عقرب الساعة. احنا هذا الشيء مو مهم جدا اذا هو بالسؤال ما محددنا، يعني ممكن احنا بداية السؤال نفرض الاتجاه الموجب وبعدين كل شيء عكسه هو الاتجاه السالب. لكن خلي نثبت اتجاه موجب بالنسبة لنا ونعتمده، وبالسؤال أو بالمسألة إذا حددنا باتجاه آخر فلازم نلتزم بها. هنا راح نثبت إحنا مثل ما ذاكرين بالمحاضرات الاتجاه الموجب هو باتجاه عقرب الساعة، باتجاه عقرب الساعة يعني clockwise. إذا هسه احنا الحركة مالتنا بهذا المثال الجاي نحكي عليه هي حركة سالبة عكس اتجاه عقرب الساعة. تلاحظ الآن إذا أريد أحسب دلتا ثيتا الإزاحة راح تصير، قلنا الإزاحة تهتم بموقع الجسم النهائي وموقع الجسم الابتدائي. زين، بس هنا دلتا ثيتا مثلا اذا قال خلال الفتره من التي 1 الى التي 2 الازاحه خلال الفتره من التي 1 الى التي 2 من يقدر يقول لي ايش قد الازاحه هنا من الوقت من التايم تي 1 الى التايم تي 2 ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 ممتاز. ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 يعني هاي هي الإزاحة دلتا ثيتا هاي. طبعا هنا هي راح تصير شنو شباب؟ هسه احنا كتبناها بدون إشارات، يعني المفروض شنو نقول احنا؟ نقول دلتا ثيتا تساوي ناقص ثيتا 2 ناقص ثيتا 1. هاي الناقص مالت القانون اللي بالنص، اثنينهم عكس اتجاه عقرب الساعة، فتصير ناقص ثيتا 2 زائد ثيتا 1. يعني قلنا احنا الإزاحة هي كمية متجهة لازم قيمة ووحدة واتجاه. زين، الآن إذا أجا واحد قال لي الإزاحة خلال الفترة من تي نوت إلى التي 2 ثيتا شنو؟ 2 ناقص 0 يعني ناقص ثيتا 2 ناقص صفر، لا ننسى الإشارات. ناقص ثيتا 2 ناقصا صفر. هنا ثيتا تساوي صفر. نقطة الانطلاق. فإذا دلتا ثيتا بالتايم من تايم يساوي لنا تي نوت إلى التي 2 هي ناقص ثيتا 2. ناقص ثيتا 2. دكتور نعم ثيتا ليش سالب؟ هي مو عكس عقرب الساعة؟ اي احنا قلنا الاتجاه الموجب باتجاه عقرب الساعة هذا كلوك وايز. نعم دكتور.
لوك وايز. بعد نريد نحكي على المسافة الزاوية الكلية المقطوعة ثيتا تي ثيتا توتال اللي هي راح نقول من المسافة الكلية المقطوعة زين من تي 1 إلى تي 2 من يقدر يقول ايش قد هاي المسافة الكلية المقطوعة؟ ثيتا 2 من تي 1 إلى تي 2 ثيتا 1 زائد ثيتا 2 من تي 1 إلى تي 2 المسافة الكلية المقطوعة من تي 1 إلى تي 2 دلتا ثيتا دلتا ثيتا نفسها نفسها هاي المسافة يعني الجسم المسافة اللي تحركها الجسم من تي 1 من الوقت تي 1 إلى الوقت تي 2 هنا قلنا هاي المسافة الكلية المقطوعة أو الزاوية الكلية المقطوعة كمية عددية ما لها علاقة بالإشارات يعني هي ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 بدون إشارات هاي المسافة ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 ثيتا 2 ناقصا ثيتا 1 بدون إشارات المسافة اللي تحركها الخط بالفترة من تي 1 إلى تي 2 هي ثيتا 2 ناقصا ثيتا 1 أكو سؤال شباب؟ أكو سؤال؟ العفو دكتور. نعم. دكتور عندنا طالب حسين قاسم مطفي عند الكهرباء تو خابرني وهسه راح يشغل المولد وأصلاً ما دخل الميت يعني مطفي الكهرباء فيقول يعني دكتور يقبلني أو لا لأن عندنا كوز دكتور. قبله خليه يجي ما يخالف الكهرباء مطفية قبله. تمام دكتور هسه أجا هو جت الرسالة منه. الآن نفس الحالة نرجع للمعادلات اللي تخص هاي الحركة يعني إذا نتذكر إحنا شباب راح أسوي مقارنة أنا بين الحركة الخطية والحركة بزاوية حتى شوية تنشط الذاكرة مالتكم وأنت تفتهم شنو جاي يصير يعني بالنسبة للمعادلات شوف هذا اللي هسه على اليسار راح يصير هو الحركة الخطية إذا نتذكر إحنا متوسط السرعة الـ V average كان شي يساوي لنا دلتا S على دلتا T هاي بالحركة الخطية الآن عندنا السرعة قلنا السرعة بزاوية صارت أوميجا فالأوميجا average راح تساوي دلتا ثيتا على دلتا تي نفس الأسلوب في التعامل وهي المعادلات الإزاحة كانت دلتا اس هنا الإزاحة صارت دلتا ثيتا الإزاحة كانت هناك لينير خطية هنا الإزاحة صارت أنجلر بزاوية الإزاحة بزاوية أما الوقت هو دلتا تي نفسه السرعة اللحظية إذا نتذكر الفي كانت دي اس باي دي تي من ناخذ ليميت
حسبناها ds by dt المشتقة الأولى للمسافة، باعتبار مثلا أنه المسافة هي دالة للوقت، دالة للوقت. هنا نفس الحالة، السرعة الزاوية اللحظية هي d theta by dt على اعتبار الثيتا هم دالة للوقت. قلنا بالمثال ثيتا 1 لما الوقت يساوي لنا تي 1، ثيتا 2 لما الوقت يساوي تي 2، وهكذا. نفس الحالة بالنسبة لي الاي افريج كان يساوي دلتا في على دلتا تي. هنا نفس الحالة الالفا افريج راح يساوي دلتا اوميجا على دلتا تي. كانت السرعة الخطية في، هنا السرعة بزاوية اوميجا. هاي فقط مقارنة بين المعادلات، ولا انت اسلوب يعني مفهوم الموضوع، مفهوم الحركة طبعا اختلف، لأنه كانت الحركة خطية، الحركة بزاوية، بس كمقارنة بين المعادلات أو خلينا نقول للتشابه بين المعادلات هو تقريبا نفس النسق. إذا نروح مثلا على الـ A at any time، قلنا هو الـ dV by dt أو هو الـ d2s by dt2، لأنه الـ V هي المشتقة الأولى للمسافة، فإذا التعجيل هو المشتقة الأولى للسرعة فيصير هو المشتقة الثانية للمسافة، كأنها مشتقين المسافة مرتين. هنا نفس الحالة ألفا راح يساوي دي أوميجا باي دي تي أو دي اثنين ثيتا باي دي تي اثنين، نفس الحالة. V not T زائد نصف A T سكوير. مسار دائري نصف قطرة R وأكو جسم P يتحرك على هذا المسار الدائري. طبعا هنا المركز هو O، مركز المسار الدائري. الآن إذا نتذكر إحنا، خلينا نقول هسه الحركة مال هذا الجسم هي كاونتر كلوكوايز، كاونتر كلوكوايز عكس عقرب الساعة. أرجع أأكد الآن الحركة وين؟ على مسار دائري. قلنا دائما دائما السرعة سواء كان عندنا حركة خطية أو حركة بزاوية، السرعة دائما باتجاه الحركة. يعني إذا الحركة الخطية لليمين السرعة الخطية باتجاه اليمين، إذا الحركة بزاوية باتجاه عقرب الساعة السرعة بزاوية أيضا باتجاه عقرب الساعة. دائما الحركة وين؟ الحركة أو السرعة باتجاه الحركة، مو مثل التعجيل. التعجيل ممكن يكون باتجاه الحركة لما يكون تسارع، وعكس اتجاه الحركة لما يكون عندي تباطؤ بإكسلريشن. الآن حتى تصير عندي حركة هاي النقطة أو الجسم على هذا المسار الدائري باتجاه عقرب الساعة، لازم السرعة مالتها وين تصير؟ الشكل
في هالشكل راح يصير، لازم هالشكل. إذا خليناها هالشكل راح تصير حركتها عكس عقرب باتجاه عقرب الساعة، مو مثل الفرضية اللي فارضينها احنا. فحتى تكون حركة هاي النقطة عكس عقرب الساعة لازم السرعة تصير هالشكل. زين، هذا واحد. شوف السرعة شبيهة الآن، السرعة مماس للمسار، مماس لاتجاه الحركة، مماس لمسار الحركة. السرعة مماس لمسار الحركة اللي هو دائرة، مماس للدائرة يعني. الآن بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا التعجيل. التعجيل، التعجيل هنا شباب راح يتحلل إلى مركبتين، مركبة مماسة للمسار ويا السرعة هاي اللي هو نسميه الأي تانجنت. الأي تانجنت، تانجنت يعني المماس، أو التانجنت أكسلريشن المماس. وواحد شنو؟ عمودي على المماس اللي هو هذا، اللي هو الأي نورمال، النورمال أكسلريشن. شوف هاي الزاوية اللي بين التانجنت والسرعة والنورمال هي 90. إذن التعجيل بالحركة على مسار دائري تحلل إلى مركبتين، واحدة ويا السرعة سميناها الأي تانجنت أو الأي تي، وواحدة عمودية على السرعة، عمودية عليهم اللي هي الأي نورمال. طبعا المحصلة مالتهم هاي هي هذا، هذا هو الأي، هاي المحصلة مالت الأي تانجنت والأي نورمال. بس أرجع وأكد أنه السرعة دائما باتجاه الحركة، والسرعة مماس للمسار، مماس المن للمسار. زين، الآن حتى نحسب الفيلوسيتي V راح يساوي الفيلوسيتي، ما لنا علاقة بالاشتقاق، راح أعطيك المعادلات جاهزة الآن. السرعة تساوي لنا السرعة بزاوية في نصف قطر المسار، وطبعا هنا الاتجاه الموجب عكس عقرب الساعة بهاي الحالة. بالنسبة للتعجيل صار عندنا مركبتين، واحدة مماسة اللي هو التعجيل بزاوية في نصف القطر، نصف قطر المسار، أيضا اتجاه الموجب عكس عقرب الساعة. المركبة العمودية النورمال تساوي لنا مربع السرعة الزاوية في R، وأيضا الاتجاه الموجب عكس عقرب الساعة. وبالنسبة للتعجيل المحصلة مالتهم A اللي هو الجذر التربيعي مال AT سكوير زائدا AN سكوير، AT سكوير زائدا AN سكوير. إذا لما تكون الحركة بمسار دائري، السرعة دائما باتجاه الحركة ومماسة للمسار، والتعجيل يتحرك يتحلل إلى مركبتين، مركبة مماسة للمسار وهي السرعة أي تي، ومركبة عمودية على المسار، عمودية على المماس العفو اللي هي الأي نورمال. وهاي المعادلات هي اللي تحكم هاي الحركة، الـ VW في الـ R أو أوميجا في الـ R، العفو مو W، أوميجا هاي، الـ AT ألفا في الـ R، الـ AN أوميجا سكوير في الـ R، والمحصلة مال التعجيل هي باستخدام بيثاغورس. أكو سؤال شباب على هاي النقطة؟ أكو سؤال؟ المحاضرة الجاية أريدك تسوي لي واجب،
رسمه بورقه في رجال. هسه انتم هذا الاسبوع راح يصير عندكم دوام حضوري مو بالمختبرات شباب؟ نعم دكتور. يمتى دوامكم؟ الاربعاء دكتور. الاربعاء. الاربعاء تجيبون هاي الواجبات ويسلمها ممثل الشعبه للسكرتير، يقول له هاي الدكتور عهد. تمام. اوكي؟ من تداومون؟ السكرتير يسلمها، خلونها كلها بظرف. يعني تجمعون الواجبات مالتكم، كل واحد يكتب عليه اسمه. وتسلمونها للسكرتير. الرسم يكون بفرجال، ما اريد واحد راسم دائره بالايد. دائره باي قطر انت اختارها. نصف قطرها ار. خلي الار 10 8 بكيفك، مو مشكله. بس. اولا اتجاه الحركه عكس عقرب الساعه. هذا اول شيء. ثانيا اريد تختار لي نقطة هنا، هاي النقطة ترسم لي بيها مركبة السرعة ومركبات التعجيل الـ AT والـ AN مثل ما سوينا هسه ومثل ما مرسوم عندك بالمحاضرات. بعدين تختار لي نقطة هنا، شوف على القطر هذا، هذا القطر العمودي هنا بالضبط، أيضا ترسم بيها مركبة التعجيل، مركبات التعجيل اثنينهن والسرعة. وبعدين تختار لنقطة هنا على نفس الرسم طبعا، كل نقطة، هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثالثة، كل نقطة من ذولي ترسم بها مركبات التعجيل والسرعة بناء على هذا الاتجاه اللي هو عكس عقرب الساعة. نقطة هنا أنا طبعا، نقطة على القطر العمودي، ونقطة هنا على القطر الأفقي. طبعا نصف القطر قلنا R. اوكي شباب واضح؟ اكو واحد عنده اشكال بهذا الموضوع؟ اكو واحد عنده اشكال بالواجب؟ هذا واجب يوم الأربعاء يسلم. اكو اشكال بي؟ واضح دكتور. جيد. ثلاث نقاط، كل نقطة نرسم بها مركبة السرعة ومركبات التعجيل بناء على هذا الاتجاه اللي هو clockwise positive counter clockwise. نجي هسه بالمثال الأول بشابتر 3. المثال الأول بشابتر 3. حسين مزهر موجود مو توك دخلت؟ مو من دخل عندنا هسه؟ حسين قاسم. حسين قاسم تسمعني؟ نعم دكتور. قرالي المثال الاول بشابتر 3 دكتور. انا يعني ما مرتب امور شوي، كانت الكهرباء عندنا طقت بالمنطقه واستوني على دخلت استوني اجيت. اي ما يخالف، كان انت دخلت شنو دخلت؟ انت دخلت كان كهرباء طافيه، كهرباء شنو علاقتها بالمحاضرات؟ يعني مو ما مطلع يعني المالات ما لازم. ليش يا ضامن شو اسوي بهن؟ لا دكتور مو ضامن، بس شوي صار يعني عندي ظرف بالبيت ما قدرت. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. شكرا دكتور. جاسم مازن تسمعني؟ نعم دكتور. اقرا لي المثال الاول شابتر 3. دقيقه دكتور بس انا طلع. يلا بسرعه لا تاخرنا.
نعم دكتور. يلا. Example. The line rotors in vertical plane. شوية بس ارفع صوتك حتى نسمعك. The line rotor in vertical plane accelerating to the low theta يساوي تي تكعيب ناقص 2 تي ناقص 2 where theta given the angular position of the line in the radians on t in the time is the time in the second. Okay. The line is turning clockwise when t you say 1 second determine. Okay, okay. شكرا جاسم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شوف شباب المثال الاول عندنا لاين روتيت ان ا فيرتيكال بلين اكوردنج تو ذا لو، معطينا المعادله مالت الزاويه بدلاله الوقت تي تكعيب ناقص 2 تي سكوير ناقص 2 وثيتا قايل هي الانجلر بوزيشن بعد هاي احنا يعني الحركه بزاويه اوف ذا لاين ان راديانز يعني وحدات الثيتا هي بالراديان احنا نعرف الزاويه بنقيسها بالدجري او بالراديان هنا نتعامل وياها بالراديان احنا والتايم بالسكند ذا لاين از تيرنينج كلوك وايز وين تي يساوي 1 سكند The line is turning clockwise when t يساوي 1 second. بس انتبه على هاي الملاحظة المهمة. الآن الخط اتحرك باتجاه عقرب الساعة لما الوقت ساوانا 1 second. الآن هذا ال t يساوي 1 second. شوف الخط وين اتحرك؟ تحرك باتجاه عقرب الساعة بس هنا ما قال لنا هو هاي الحركة مالته موجبة أو سالبة موجبة أو سالبة لازم إحنا نشيك اتجاه الحركة شلون نشيك هاي أول فقرة بالسؤال قبل المطلوب مالته قبل الـ A والـ B والـ C ناخذ هذا الواحد سكند نعوضه بثيتا هسه هو من يتحرك باتجاه عقرب الساعة يتحرك بزاوية أكيد الزاوية صارت باتجاه عقرب الساعة بس هاي الزاوية موجبة أو سالبة راح نعرفها لما وين نعوض نعوض الواحد سكند بهاي المعادلة لأن هو منطيني الثيتا بدلالة التايم فأجي هنا الثيتا آت واحد سكند تساوي واحد تكعيب ناقص اثنين في واحد تربيع ناقصا اثنين شوف طلعت قيمتها شنو ناقص ثلاثة راديان طبعا هو قايل لي كلوك وايز هسه هاي وين تصير كلوك وايز اذا شبيه الاتجاه باتجاه عقرب الساعة شبيه هذا الاتجاه هذا الاتجاه سالب هو قايل لي بالسؤال اتحرك باتجاه عقرب الساعة المعادلة ايش قالت لي قالت لي هذا الاتجاه اللي هو باتجاه عقرب الساعة سالب اذا البوزيتيف دايركشن وين راح يصير البوزيتيف دايركشن هو كاونتر كلوكوايز كاونتر كلوكوايز عكس اتجاه عقرب الساعة هذا هو الاتجاه الموجب أكو سؤال شباب على هاي النقطة هاي نقطة جدا مهمة حتى بالحركة الخطية ممكن تجينا هيك ملاحظة احنا لازم من خلالها نشيك الاتجاه الموجب والسالب مجرد عوضنا هذا الوقت وين بمعادلة الثيتا انطتني الثيتا سالبة إذا هذا الاتجاه سالب فإذا عكس الاتجاه هو الموجب اللي هو هنا عكس عقرب الساعة أكو سؤال شباب على هذا على هاي النقطة
جيد. الآن المطلب الأول يريد الأنجلر أكسلريشن وين T تساوي 2 سكند. أي يريد ألفا. إحنا ألفا شو تساوي؟ ألفا تساوي دي دبليو أو دي أوميجا باي دي تي، واللي هي بنفس الوقت يساوي لنا دي 2 ثيتا باي دي تي 2. يعني أما المشتقة الأولى للسرعة الزاوية أو المشتقة الثانية للحركة. فإذا هنا إذا نشتق معادلة الحركة صراحة نروح على A، إحنا أوميجا تساوي دي ثيتا باي دي تي، فراح يصير عندنا 3 تي سكوير ناقصاً 4 تي، هاي الأوميجا. ألفا راح يساوي لنا دي أوميجا باي دي تي، أو قلنا هو دي 2 ثيتا باي دي تي 2، اللي هو راح يصير 6 تي ناقصاً 4. يمتى رايد هو الألفا؟ رايدها لما التي يساوي 2 سكند. إذن ألفا آت تي تساوي 2 سكند تساوي 6 في 2 ناقصاً 4 يطلع قيمته 8 راديان بير سكند كاونتر كلوكوايز. ليش كاونتر كلوكوايز؟ لأنه إحنا قلنا الاتجاه الموجب صار عكس عقرب الساعة بالسؤال، وطلعت قيمة الثمانية موجبة، فإذا هو عكس عقرب الساعة، عكس عقرب الساعة. مجرد اشتقينا وعوضنا الوقت. أكو سؤال على الفرع أي شباب؟ أكو سؤال على الفرع أي؟ جيد. نروح على الفرع بي، يريد الوقت لما السرعة تساوي صفر. الوقت لما السرعة تساوي صفر. احنا السرعة اشتقينا المعادلة مالتها اللي هي 3 تي سكوير ناقصا 4 تي اللي هي المشتقة الأولى للثيتا، نخليها تساوي صفر، نساويها بالصفر، راح يطلع عندنا التايم من هاي المعادلة تي تساوي صفر أو تي تساوي 1.333 سكند. يعني هاي معادلة ساويتها بالصفر وطلع قيمة تي، طلع تي عامل مشترك، يبقى عندك 3 تي ناقص 4، فأما تي تساوي صفر أو تي تساوي 4 على 3. يعني تي تساوي صفر وتي تساوي 1.3 سكند. طبعا هاي التي تساوي صفر شو تمثل؟ تمثل الانيشيال، الانيشيال كونديشن. يعني بدايه الحركه، بدايه الدوران، الانيشيال كونديشن. هذا الفرع بي. الفرع سي يريد التوتال انجل تيرم ثيتا تي، يمتى من التايم يساوي 1 سكند الى التايم يساوي 3 سكند، الى التايم يساوي 3 سكند. هاي اذا نتذكر نفس البروسيجر او نفس الطريقه راح نسويها من حلينا المثال مال الحركه الخطيه وراد من عندنا المسافه الكليه المقطوعه. المسافه الكليه المقطوعه، يعني اول خطوه لازم نسويها هنا شباب، اول خطوه نطلع الثيتا ات تايم تي، يمتى وين أوميجا تساوي صفر. يعني ناخذ
معادلة الأوميجا نساويها بالصفر، نساويها بالصفر ونطلع منها قيمة التي. هذا النوبل تي اللي يخلي الأوميجا تساوي صفر وين نعوضه؟ نعوضه بمعادلة الثيتا ونحسب الثيتا. احنا صدفة بهذا السؤال، صدفة هو بالفرع بي راد من عندي الوقت اللي يخلي الأوميجا تساوي صفر، صدفة بالسؤال، وطلع عندي الوقت صفر بواحد بوينت ثلاثة. طبعا الصفر راح استثنيه، ليش؟ لأنه خارج الفترة، الفترة رايتها هو من واحد إلى ثلاثة سكند، الصفر خارج الفترة، ياهو اللي داخل الفترة هو الواحد بوينت ثلاثة ثلاثة ثلاثة. إذن أنا من يطلب من عندي المسافة الكلية المقطوعة هاي بالحركة الخطية، لازم شو أسوي؟ قلنا أطلع الوقت اللي يخلي السرعة تساوي صفر، السرعة الخطية. هنا نفس الحكي، لما يطلب من عندي الزاوية الكلية المقطوعة أطلع الوقت اللي يخلي السرعة الزاوية تساوي صفر. إحنا هنا صدفة مطلعينه بفرع بي اللي هو طلع 1.33، الزيرو استثنيناه لأنه خارج الفترة. الآن مجرد أحسب الثيتا في بداية الفترة اللي هي الواحد سكند، واللي أنا أيضا حسبتها من شيكت الدايركشن بداية الحل وطلعت قيمتها ناقص ثلاثة راديان لوكوايز. بعدين الفترة أو ثيتا بالوقت اللي يخلي السرعة الزاوية تساوي صفر اللي هو واحد بوينت ثلاثة ثلاثة سكند، واللي طلعت قيمتها ناقص ثلاثة بوينت واحد ثمانية خمسة راديان، طبعا ناقص أيضا لوكوايز. والثيتا بنهاية الفترة اللي هي طبعا الثلاثة سكند، واللي طلعت سبعة راديان بوزيتيف يعني كاونتر كلوكوايز. إذن حتى أحسب الزاوية الكلية المقطوعة أحسب ثيتا بداية الفترة المطلوبة، أحسب ثيتا بالتايم اللي يخلي الأوميجا تساوي صفر. طبعا هذا التايم عنده الأوميجا شو تساوي؟ صفر. وأحسب الثيتا بنهاية الفترة، طلعت ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة بوينت واحد سبعة كلوكوايز كلوكوايز كاونتر كلوكوايز. خلي أرسم هاي الحركة، شوف الآن لما التايم يساوي واحد سكند كانت الثيتا قيمتها شقد؟ قلنا ناقص ثلاثة ثلاثة راديان. بس وين؟ شوف وين؟ كلوكوايز بالسالب. لما صار الوقت 1.3 سكند، 1.333 سكند، صارت الثيتا هاي ثيتا 2 او ثيتا ات 1.3 سكند اللي قيمتها 3.185. الآن لما صار الوقت 3 سكند، شوف وين صارت الحركة، عكس عقرب الساعة وصارت هاي الثيتا. هاي لما التايم يساوي 3 سكند هاي الثيتا صار وقيمتها 7 راديان، عكس عقرب الساعة، عكس عقرب الساعة. الآن أريدك شباب تركزوا وياي رجاءً، هو منين رايد نحسب الثيتا تي؟ منين رايد نحسبها؟ رايد نحسبها من الواحد سكند. شوف من الواحد سكند الخط اتحرك هاي المسافة، وين راح؟ راح للواحد بوينت ثري ثري.
لأنه بال 1.33 بقت الحركة باتجاه عقرب الساعة هاي. بعدين بالثلاثة سكند غير الحركة مالته، سوى رجع هالشكل، إنه رجع للصفر وبعدين رجع كمل الثلاثة سكند. بمعنى أول شيء خلنا نطلع هاي الحركة جد قيمتها. هاي الحركة هي ثيتا 2 اللي هي 3.185 ناقص ثيتا 1 اللي هي 3. هاي أول حركة. بعد زائد من رجع هاي المسافة للصفر، احنا قلنا بعد بدون إشارات، ما لنا علاقة بالإشارات لأنه هاي كمية عددية. من رجع للصفر هاي المسافة، بمعنى هو قطع ثيتا 2 كلها مرة ثانية، قطع هاي المسافة كلها اللي هي 3.185. بعدين كمل وين للثلاثة سكند، بمعنى هو قطع السبعة كلها. فإذا هاي الحركة الأولى، هاي الحركة الثانية، هاي الحركة الثالثة، وتطلع قيمتها كلها 10.37 راديان. شوف راديان بدون اتجاه لأنه كمية عددية، كمية عددية. أكو سؤال شباب على هذا المثال؟ أكو سؤال شباب؟ فاهمين الخطوة الأخيرة شلون صارت؟ رجاء اللي عنده سؤال او ما فاهم خلي يقول. سمعوني شباب مو؟ نعم دكتور واضح. نعم دكتور ياك سمعك. يعني احنا من نريد نطلع الزاوية الكلية المقطوعة بالحركة البزاوية او المسافة الكلية المقطوعة، من تصير الحركة خطية، نحسب قيمة الحركة، يعني S و ثيتا، S بالحركة الخطية، ثيتا بالحركة بزاوية، نحسب قيمتهم في بداية الفترة وفي نهاية الفترة. بعد وين نحسبها؟ نحسبها بالوقت اللي يخلينا السرعة تساوي صفر. ناخذ معادلة السرعة نساويها بالصفر، نطلع الوقت اللي ضمن الفترة. مرات يطلع عندنا 2 تايم مثل هسه 0.1.3، اللي داخل الفترة نشتغل عليه، اللي خارج الفترة نستثنيه. هذا التايم ناخذه نعوضه بالاس اذا حركة خطية، او بالثيتا اذا الحركة بزاوية. وانه بنرسم مسار الحركة، نرسم هاي الحركة شلون صارت، بعدها نحدد الحركة الكلية اللي رايتها هو ضمن الفترة، ضمن الفترة. الآن شباب أنا راح أسوي مهمة على الكلاس روم، أخلي بها الكويز، أخلي بها الكويز، وعندك وقت أنت الحد ال 12، 12 بعد من أدخل على التسليم مالتكم ألقى واحد مسلم ورا ال 12 معناتها صفر، تسليمك لحد ال 12. اوكي شباب، ومن ترفع رجاء نرفع بي دي اف، لا ترفع صوره حتى اقدر افتحها واصلحها. طبعا تبقى داخل الميتنج تسمع الحضور مالتك، لانه اثناء هاي النص ساعه راح انا اخذ الحضور. فاي واحد ما يجاوب معناته ما موجود، معناته صفر الحل مالته. اوكي شباب، تبقى داخل الميتنج لا تطلع حتى تسمع الحضور مالتك. هم من تسمع الحضور وتكمل الاجابه ترفع الاجابه وتطلع، بعد لا تستاذن ولا تقول، بس المهم انت تسمع الحضور مالتك.